حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أحببت أن أتحدث معكم عن الفلك. الفلك التي تجري في البحار هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الحقيقة عندما أتأمل هذا البحر من ورائي، وأحب أن تتأملوا معي أيها الأحباء، هذا البحر أيها الأحباء فيه الحقيقة إعجاز. فيه إعجاز لماذا؟ هذا البحر سخره الله بتركيب معين، يعني ذرات الماء مركبة بشكل محدد بحيث أنها تشكل قوة دافعة للأجسام الأخف منها، مثل الخشب مثلا ومثل حتى الحديد، ولكن الذي بداخله هواء فيعوم على وجه الماء. هذه آية من آيات الخالق سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أحبتي في الله، أن هناك طاقة الرياح بسبب وجود الشمس السراج الوهاج، وبسبب اختلاف درجات الحرارة نلاحظ أن هناك أمواج تتولد. هذه الأمواج تدفع السفن، يعني السفينة أولا تحتاج لكثافة ماء محددة ولقوة دافعة تسمى دافعة أرخميدس، وتحتاج للرياح الناتجة عن فرق درجات الحرارة. فهذه العوامل أنا أعتقد أنها لم تنتج بالمصادفة. لماذا؟ لأن المصادفة يمكن أن تعطيك قوانين عشوائية، أما قوانين الطبيعة نحن نستفيد منها. استطاع الإنسان اختراع الغواصات والسفن والمراكب الصغيرة، واستطاع اختراع طائرة تعوم على الماء وتطير في الجو، واستطاع اختراع أيضا غواصة تغوص تحت الماء وتمشي على سطح الماء كسفينة وتمشي في الهواء كطائرة في الجو. سبحان الله، لولا قوانين الفيزياء هذه لا يمكن لنا أن نستفيد من هذا البحر. لذلك يعني أنا أحببت فقط أن أعطيكم هذه الومضة الإيمانية، لأنها آية من آيات الله. نحن نرى السفن في البحر ولكن لا نفكر فيها، لا نفكر بإعجازها، لا نفكر بالقوانين التي خلقها الله لتضمن استمرار وحركة هذه السفن وأن تعوم على الماء. تصوروا أحبتي في الله لو أن كثافة الماء مختلفة عما هي عليه الآن. أحبتي في الله، تصوروا لو أن كثافة الماء كانت أقل من ذلك، مثلا أقل من كثافة الخشب، لن تستطيع السفينة العوم، ستغرق. وبالتالي كثافة ماء محددة، دافعة أرخميدس لها قوة محددة أيضا تتناسب مع كثافة الماء، وبالتالي تضمن أن ترتفع السفينة. هناك قوانين التوازن، كيف يتوازن الجسم في البحر، أيضا هذه القوانين مهمة لتوازن السفن أيها الأحباء. هناك أيضا قوانين تتعلق بحركة الرياح، وقوانين تتعلق بحركة السوائل. الماء هو سائل وله قوانين أيضا تدرس في هندسة ميكانيك السوائل. لذلك أيها الأحباء، كل هذه القوانين لا يمكن أن تجتمع كلها بالمصادفة لتجعل هذه السفينة تجري بأمر الله ونستفيد منها وننقل بضائعنا وننتقل لمسافات طويلة. لذلك قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وأخيرا أيها الأحبة، لابد أن نشكر الله تعالى الذي سخر لنا هذه النعم، فنقول الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.